تطورات ينضم إلينا من شمال قطاع غزة الدكتور محمد صالحة مدير مستشفى العودة. أهلا بك دكتور صالحة. يعني تحذيرات الآن في ظل حصار إسرائيلي مطبق، في ظل منع وصول أي احتياجات إغاثية طبية إلى المستشفيات، يعني هو وضع متكرر بالنسبة لمشافي الشمال، ولكن ما المختلف هذه المرة؟ يعني بصراحة منذ أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحصار مخيم جباليا وحصار محافظة شمال قطاع غزة، والمستشفيات تعاني بشكل كبير جدا. المستشفيات التي تعمل في شمال قطاع غزة، المستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان بالإضافة لمستشفى العودة، تعاني قبل هذا الحصار كنا نعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى نقص حاد في الوقود. كانت منظمة الصحة العالمية عادة ما تنسق لإدخال وقود المستشفيات في شمال قطاع غزة، تنجح تارة وتفشل تارة في التنسيق بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وبصراحة الوضع الصحي وضع كارثي جدا. الآن لا أحد يستطيع أن يخرج من شمال قطاع غزة إلى مدينة غزة، ولا أحد يستطيع أن يأتي من مدينة غزة إلى شمال قطاع غزة. سعينا لتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات العاملة في مدينة غزة كالمستشفى الأهلي العربي والمستشفى المعمداني، ولكن الاحتلال رفض إدخال الإسعافات التي كانت من المخطط أن تأتي يوم أمس وتم التنسيق لها، ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال هذه الإسعافات لنقل الجرحى والمصابين الذين بحاجة إلى تدخلات جراحية. نحن في مستشفى العودة اضطررنا اليوم لبتر أطراف من الجرحى الذين متواجدين داخل المستشفى، وكان من المخطط أن يتم نقلهم إلى وتحويلهم إلى المستشفى الأهلي العربي لكي يتم إجراء عمليات جراحة أوعية دموية، ولكن للأسف لا نستطيع من تحويلهم نظرا لمنع الاحتلال لإدخال الإسعافات لنقل هؤلاء المرضى. هذا بالإضافة إلى أننا لا يوجد وقود الآن داخل المستشفيات. الرصيد داخل المستشفى هو رصيد شبه صفري. ما هو موجود داخل مستشفى العودة هو الوقود المتواجد داخل خزان المولد، وفي أي لحظة يمكن أن تتوقف الخدمات بشكل كامل. نعتمد بشكل بسيط جدا على البطاريات التي نشحنها سابقا لإجراء عمليات منقذة للحياة، ولكن إلى أي وقت ستستمر المستشفى في تقديم خدماتها؟ الاحتلال يضغط ويرتكب إبادة جماعية حقيقة في شمال قطاع غزة، يمنع إدخال وقود، يمنع إدخال الغذاء، يمنع إدخال الدواء، ويمنع إدخال المستلزمات الطبية. هذا مؤشر خطير جدا على أن الاحتلال يمارس حرب إبادة جماعية لشمال قطاع غزة ويعزله عن العالم الخارجي بشكل كامل. طيب دكتور صالحة، بالأمس وزارة الصحة قالت بأنه خلال 24 ساعة إذا لم تتم إدخال الوقود إلى المستشفيات الثلاث في الشمال المحاصرة فهذا يعني كارثة بالنسبة لكل المرضى المتواجدين. أنت في يعني مدير مستشفى العودة، عن ماذا نتحدث تحديدا؟ حجم الكارثة، أعداد المرضى، أعداد الجرحى، أيضا هناك يعني ربما مرضى ليسوا لهم علاقة بالجرح أو الإصابات، هناك حالات أخرى مثلا غسيل الكلى، مرضى أمراض مزمنة وأطفال وكبار في السن. نعم، الآن وزارة الصحة تحدثت عن 24 ساعة، ونحن بالفعل أنا أتحدث معكم الآن ونحن نعمل على البطاريات داخل المستشفى، نقوم بتشغيل المولد بشكل جزئي، المولد الصغير كي يشحن البطاريات ونقوم بإغلاقه تارة أخرى. الآن عدم وجود الوقود لتشغيل المستشفيات هو مهدد لحياة مئات الجرحى بل الآلاف. نحن الآن في مستشفى العودة في داخل أقسام المبيت لدينا ما يزيد عن 56 جريح قمنا بإجراء عمليات جراحية لهم. أيضا اضطررنا لفتح أقسام جديدة، وأن المستشفى كانت لا تعمل أصلا بالطاقة القصوى قبل هذا الحصار، ولكن في أثناء هذا الحصار نظرا لأن هناك عدد إصابات كبير جدا اضطررنا لافتتاح أقسام جديدة وإضافة أسرة جديدة للأقسام، وللأسف لا يوجد الوقود اللازم لتشغيل كل هذه الأقسام. ستهدد حياة العديد من الجرحى ومن المرضى. هناك أيضا كما أسلفت سابقا بأن هناك مرضى غسيل الكلى بالإضافة إلى مرضى السرطان الذين بحاجة إلى دكتور. يبدو أن أيضا الاتصالات مع شمال القطاع صعبة في ظل مرات متكررة يعمد فيها الاحتلال إلى تدمير يعني الوحدات التي تساعد في قيام الإجراء وإجراء التواصل مع شمال القطاع. كنت تتحدث عن وضع مستشفى العودة في حال نفاذ الوقود، وأيضا تحدثت عن أن صعوبة إيصال الجرحى الذين تحتاج حالتهم إلى علاجات طارئة إلى مشفى المعمداني على سبيل المثال بسبب الحصار. ولكن أود أن أسألك يعني عن نقطة، الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه أصدر أوامر إخلاء لهذه المستشفيات خلال الأيام الماضية، فكيف هو يصدر أوامر إخلاء وبنفس الوقت يمنع
الإخلاء؟ هذا يعني بصراحة شيء محير، أنه كان قد أبلغ مستشفى كمال عدوان بإخلاء الأطفال الخدج، وقال لهم بأننا سنقوم بإرسال سيارات إسعاف من خلال منظمة الصحة العالمية، ومنع هذه السيارات من الدخول، وقامت مستشفى كمال عدوان بتحويل حالات الأطفال الخدج عبر إسعافات الخدمات الطبية للمستشفى المعمداني والمستشفيات العاملة في مدينة غزة. الآن طلبنا، قمنا بإجراء اتصالات مع الصليب الأحمر، وقمنا بإجراء اتصالات مع منظمة الصحة العالمية لتحويل عشرات الإصابات. لدينا الآن بالمستشفى ما يزيد عن 8 إصابات، وهناك أيضا إصابات في مستشفى كمال عدوان بعدد كبير جدا نقوم بتحويلها. الآن لا توجد جراحة أوعية دموية في شمال قطاع غزة، لا توجد جراحة نقوع أعصاب في شمال قطاع غزة، لا يوجد أي جراحة متعلقة بجراحة العيون. الآن كل هذه الإصابات يجب أن نقوم بتحويلها إلى المستشفيات العاملة في مدينة غزة، ولكن لا نتمكن، يضطر الأطباء إلى إجراء عمليات بتر نظرا لعدم توفر الجراحة الأوعية الدموية، يضطر الأطباء لعدم تدخلهم في الجراحات المتخصصة المتعلقة بجراحة المخ والأعصاب. بصراحة يستشهد الجرحى نظرا لعدم تمكننا من توفير الطواقم الطبية العاملة وعدم وجودها في شمال قطاع غزة، والاحتلال يمنع تحويلهم، مما يضطر باستشهاد هؤلاء الجرحى أو المصابين المتواجدين داخل المستشفى. ما هي مخاوفكم الآن؟ وما هي مناشداتكم؟ يعني بصراحة نحن متخوفون من أن يقوم الاحتلال بحصار المستشفى. قام الاحتلال بحصار مستشفى العودة سابقا مرتين، وقتل 3 من زملائنا أثناء الحصار عبر قناصة الاحتلال. جميع الطواقم الطبية متخوفة من الحصار الثالث للمستشفى وأن يقوم باستهداف الطواقم الطبية العاملة داخل المستشفى. هذا بالإضافة إلى أننا هناك لا يوجد هناك الوقود الكافي لتشغيل المستشفى، وبهذا الوضع ستتوقف المستشفى عن تقديم خدماتها للجرحى، وأعداد الجرحى الذين يحضرون المستشفى عدد كبير جدا وهم بحاجة إلى الخدمات الطبية. بصراحة الأعداد مهولة، ونوع الإصابات هو نوع غريب جدا، بأن تأتي الإصابات يعني شبه متقطعة أطراف الجرحى الذين يحضرونهم بحاجة إلى جراحات معقدة، والمستشفى العودة هي مستشفى متخصص بإجراء الجراحات المعقدة والجراحات الترمينية، ولكن لا نستطيع بأن نقدم خدماتنا ما لم يتم توفير الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية. نحن نناشد منظمة الصحة العالمية وكل الشركاء من منظمات الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء بأن يقوموا بالضغط على الاحتلال لكي يتمكنوا من إدخال الوقود اللازم عاجلا عاجلا عاجلا، لأننا في ساعات، ولا نتحدث عن أيام، خلال ساعات لن نتمكن من تقديم خدماتنا إلى الجرحى وإلى المواطنين في شمال قطاع غزة. هذه الحالات أو هذا الوضع تكرر أكثر من مرة خلال فترة العدوان الإسرائيلي على القطاع، بأنه كانت هناك مشافي مهددة بسبب عدم وصول الوقود إليها، وكنا نسمع يعني حينها بأنه بقي 4 ساعات أو 8 ساعات، في حال لم يتم تزويد المشفى بالوقود فالوضع سيكون كارثي. عندها كيف كانت تحل القصة؟ يعني ما الذي كان يحدث؟ هل كانت المنظمات تستطيع فعلا إنجاد هذه المشافي؟ يعني كانت تنجح في بعض الأحيان، وكانت في بعض الأحيان لا تنجح بالإدخال، مما يضطرنا بأن نتوقف عن تزويد المستشفى بالكهرباء، وهذا يؤثر على تقديم الخدمات في أوقات. نحن الآن في وقت الطوارئ، كنا نوقف الخدمات على العمليات المجدولة، الآن العمليات عملية طارئة ومنقذة للحياة، لا نستطيع بأن نتوقف عن إجراء هذه العمليات المنقذة للحياة. في وقت سابق كنا بالإمكان نتوقف يوم أو يومين عن عدم إجراء العمليات المجدولة، بأن هذه العمليات تنتظر يوم أو يومين آخرين، ولكن الآن هناك عمليات طارئة، هناك إصابات تأتي يوميا وكل ساعة تأتي عشرات الإصابات. النظام